الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، في رمضان كانت تشعر أن شفتها متشققة قليلا، تقول ودهنتها بفازلين وأحست بطعمه في فمها، تقول على الفور أخرجت ومع ذلك لا زالت تحس بطعمه، فهل صيامها صحيح؟ تقول وفي يوم آخر أيضا استخدمت بودرة الجسم وأحست بطعمها في الحلق، فهل هذا الصيام صحيح أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا السؤال من شقين، والجواب عن كل شق منها يدخل تحت فهم قاعدة من قواعد الفقه. أما الشق الأول وهو أنها وضعت على شفتيها شيئا من مادة الفازلين ثم أحست بطعمه في حلقها، جوابنا عن هذا السؤال هو قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والمتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم لا يترتب أثرها إلا بعلم وذكر وإرادة، ومن المعلوم أن هذه المادة قد ولجت إلى جوف الصائمة من غير اختيارها، وإنما ولجت خطأ عن غير قصد ولا عمد، فلا جناح عليها فيما أخطأت فيه ولم يتعمده قلبها. وبناء على ذلك فصومها صحيح حتى وإن أحست بطعم هذه المادة في حلقها، لأنها ولجت إلى حلقها عن غير قصد ولا إرادة. وأما الشق الثاني فإن المتقرر عند العلماء أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره، فإذا وضع الصائم على جسده شيئا من المواد فتشربها الجسد فأحس الصائم بطعم هذه المادة في حلقه، فإننا نجزم بأنها ولجت إلى جوفه من منفذ غير معتاد، وهي في ذاتها غير مغذية، وبناء على ذلك فلا يضر ذلك صيامه مطلقا، والله